غادي شي وحده مقاده الحاله ودايزه في الشارع، هو يتحرش بها واحد الولد. قال لي والله كون كنعرف الدار حتى نجيب السكر. ايوا دارت لعندو هي مع الصباح وجاوباتو، قالت له اخ على قليل الحياه، ما بقيتو تحترموا بنادم لا اللي مزوجه ولا اللي مخطوبه، وما بقيتو تعرفوا بحق بنادم اللي ساكن بعيد وجاي محي الوئام شارع الاطلس رقم الدار 25 حدا الطاحونه. ايوا باز ليكم باز. هادي واحد المراه بدات كتغوت على راجلها وقالت له فين بايت البارح. قال ليها ما تخافيش امراتي العزيزه، انا راه راجل كنخاف الله وما نقدرش ندير الحرام. قالت له والله ما خايفه تدير الحرام، راني خايفه ادير الحلال. هذا شي واحد مسكين غير نيه سافر يخدم في شي بلاصه بعيده، ايوا هما يتصلوا به دارهم قالوا لي راحنا خطبنا ليك. ايوا السيد مات بالفرحه وقال لهم اما تعرسوا لياش حتى نجي. هذا واحد الولد صغير اتلف واحد العرس وبدا تيبكي وما يسولوه شي عيالات، قالوا له امك شنو لابسه؟ قال لهم لابسه القفطان ديال خالتي. هذا شي واحد كيبيع السفنج، ايوا كيدوز عنده واحد خينه وكيقول له واش عندك شي ألف سفنجه؟ كيقول له داك مول السفنج لا. ايوا كل نهار داك الشخص كيوقف على داك مول السفنج وكيقول له واش عندك شي ألف سفنجه؟ كيقول له داك مول السفنج لا. ايوا داك مول السفنج قال مع راساتو والله هاد المره حتى نوجد له هاد ألف سفنجه باش مين يجي نبيعهم له ونيت نربح معاه. ايوا وجد له داك الألف سفنجه، مين داز عنده داك خينه وقف عليه وقال له واش عندك شي ألف سفنجه؟ قال له اه، ويقول له داك خينا والله وتبيعو كامل حتى نعطيك اللي بغيتي. هذا واحد الولد تيسكن في واحد القريه، المهم تيقرا مزيان وشد الباك ديالو، مي بغى يدخل الجامعه خاف يضحكوا عليه. ايوا قالت له امو وليدي غير سير، النهار الاول غيضحكوا عليك والنهار الثاني غيضحكوا عليك والنهار الثالث راك غتولف. ايوا قال ليها خليني حتى النهار الثالث ونمشي. تحياتي لكم الناس الزوينه، احنا دائما في اطار النكته كما العاده، وديروا معكم شي جيب شي كومونتير زوين بحالكم. الى عجبتكم الحلقه بارطاجيوها لنا مع الخوت والاصدقاء فضلا وليس امرا، وتحياتي لكم. هادو واحد ثلاثه ديال الاطفال مشاو عند واحد مول الحانوت كيبيع اللعاب. ايوا الاول قال لك مول الحانوت قال له اعطيني شي كره. ايوا داك مول الحانوت عنده داك الكرات عاليين في واحد المكان، ايوا دار السلم وطلع يجبد له داك الكره. مين هود تا داك الطفل الثاني قال له تا انا اعطيني شي كره. ايوا داك مول الحانوت طلع له الدم قال له علاش ما قلتيهاليش في الاول مي كنت فوق السلم. ايوا ولا طلع عاوتاني في السلم وجبد داك الثاني الكره، وقبل ما ينزل قال داك الثالث قال له واش انت نهبط لك معايا شي كره؟ قال له لا. ايوا هبط داك الكره للثاني وهو يسول الثالث قال له انت اشنو بغيتي؟ قال له انا بغيت جوج ديال الكرات. ودابا هذا المشكل ديال حالات الزياده اللي زادوا في هذه البوطه وهاد المشاكل اللي نايضه والناس بقى فيهم الحال، انا بالنسبه ليا عادي هادشي هذا، حيت هي المغرب الدوله الوحيده اللي كتبيع الشراب في النهار للمواطن وفي الليل كتشدو.